متتبعي الكرام، مرحبا بكم اليوم معنا. غادي ندير معكم واحد غريبه انا مولفه كنديرها وكتجي زوينه واقتصاديه وسهله ودغيا كتوجد، وانا ما كتخطاميش من الدار وبغيت نتقاسمها معكم. هنايا عندنا المكونات ديالها، كندير فيها 4 ديال البيض، عندنا كاسونس بقياس كاس العنبه ديال الزيت، عندنا كاس تقريبا 2 كيسان ديال العنبه ما معمريش مزيان ديال السنيده، عندنا وحده فاني، هنايا عندي شي شويه ديال لوزاس ديال الحامض، هنايا شويه ديال الملح. هاد الزلافه هادي كيف ما كتشوفوا مخلطه ما بين اللوز شويه وزنجلان وكاوكاو محمرين مهرمشين بهذه الطريقه هادي. عندي هنا واحد 3 المعالق ديال الفرص، عندي هنا جوج خمارات ديال الكاطو، عندي هنايا تقريبا زلافه ديال السميده وهاد شويه نقصتو مزيان، والسميده ما نقدرش نقول لكم العبر ولكن على حسب الخليط. دابا غادي ندوزو مع بعض نوجدو غريبه ديالنا. 4 البيض ديالنا باش تكون الطريقه سهله ما نضيعوش الوقت. هنايا 4 البيض، هاد 4 البيض غادي نضيف عليهم سنيده، غادي نحاولوا نخدموهم مزيان هنا الطريقه هادي. هي هاد الغريبه هادي زوينه واقتصاديه وكيكون فيها واحد المذاق ديال كاع اللي عندك في الدار، لوز، كركاع، زنجلان، كاوكاو، تزيدي شويه ديال سميتو هذاك سميتو البيض سميتو الكوك، اي حاجه عندك ممكن تزيديها هنايا كتجي زوينه. الزيت ديالنا زويته، هي قياس ديال الزيت اللي درنا. غادي نزيدو هنا غادي نزيدو الفاني كما كتشوفوا، ها هي كتنسمى، ومن الفاني غادي نزيدو هاد لوزاست ديال الحامض، سوا كيعطي واحد النكهه رائعه. هاد غريبه هادي ملي كديريها في فمك كتشمي فيها وكتلمسي فيها العديد من النكهات. هنايا كتجي واحد غريبه رائعه. شويه ديال الملح، ها هو كيف ما كتشوفوا الملح. هنا غادي نديرو كاوكاو ديالنا كما كتشوفوا، واللوز والزنجلان، خليط واحد زليفه خليط ديال كلشي كما كتشوفوا. غادي نجمعوها من موراها، غادي نديرو ان شاء الله السميده ديالنا، غادي نحاولوا نجمعوها بالسميده كيف ما كتشوفوا. هكذا كتجي واحد غريبه رائعه فيها جميع النكهات. غتتبع السميده على حسب ما كتجمع لينا. هنا غادي نزيدوا السميده ديالنا بعد ما غربلناها هنا بشويه بشويه، هنا غادي نجمعوها بالطريقه هذه. الزلافه ديال الفرص ديال السميده الاولى، السميده الرقيقه ديال الحرشه درناها، شفتكم تبارك الله كتعطي. ها هي السميده، ها هي الزلافه الثانيه ومازال ما تجمعاتش. ومازال ما تجمعاتش تبارك الله، كتعطي وكتجي زوينه وبزاف. هنا الحاجه اللي نسيت ما قلتها لكمش في التقديم، عندنا واحد 2 معالق حتى 3 المعالق ديال الفرص السميده، غادي نرخفوا عليها شي شويه تشرب، ما نديروش الخميره دابا، غادي نرخفوا عليها تشرب لان السميده كتشرب، راكم عارفين السميده كتشرب، غادي نرخفوا عليها شي شويه. فوالا نرخفوا على هاد العجينه تشرب شي شويه، علاش؟ لان السميده كتشرب. عاد نزيدوا الخمارات ونزيدوا واحد 2 معالق ديال الفرص كيف ما كتشوفوا، هي بقات كتشرب راسها. هي ما غاديش نقدروا نزيدوا دابا السميده تجينا شاريه ونزيدوا السميده، ما نزيدوش وما نديروش الخماره هي الاولى، غادي نرخفوا عليها واحد شويه تشرب وعاد نشوفوا القياس ديالها واش نزيدوا ولا نقعدوا. غادي ندير 2 خمارات، شوفوا معنا غادي نضيء هاد تقريبا 3 معالق ديال الفرص، غادي نزيدهم شي شويه، غادي نزيد عليهم هاد الخماره
الاولى ها الثانيه كانت عندي هنا ديجا ها هي السيده هي نشفات كما كتشوفوا عطيناها وقيته نشفات حنا غادي نخلطوا هذيك الخماره خمارات الحمر جوج مع داك الفرص كنحاولوا نجمعوا به جمعوا به الطحين ديالنا جمعوا به هاد السميده نزيدوا عليها داك الكميه وغادي نجمعوها بها من بعد ما خليناها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق شربات داك السميده كتشرب باش نتحكموا فيها لان السميده كتشرب ولا بالضبط خصك تخليها من بعد ما شربات عاد زدنا عليها هذاك جوج معالق ديال الفرص ثلاثه تقريبا ثلاثه المعالق ديال الفرص وجوج خمارات حمر غادي نجمعوا غريبه ديالنا بهذه الطريقه هكذا وهي ويضه باش نديروها في اللاطه شارك لاطه كنديروا فيها بابي كويسون هذا كندهنوا بشويه ديال الزيت راه واخا هكاك كندهنوه بشويه ديال الزيت فوالا غادي نبداو نطورو نديرو كويرات هنا عندنا مزهر كما كتشوفوا هنا عندنا مزهر هنايا غادي نبداو ناخدو كويرات يكونوا تقريبا قد قد هكا قد قد سوا ديروا لها هكذا هذا الشكل هكذا سوا فينيشن شويه وعندنا هاد شويه داك الخليط اللي درناه هنا خلينا للتزيين وعندنا كاوكاو هو هذا انا عندي محمر غنخليوه حتى هو للتزيين غناخذو قبيصه غندخلو كويوره بحال هكذا فوالا فوالا غادي نحطوها بهذا الشكل هكذا غادي نزوقوها بهذا الكاوكاو وغادي نحصلوا على جوج شكال ديال هذه صغيوره هاي بلاتي هنا غادي نحصلوا على جوج شكال ديال الغريبه نشكلو هي عجينه وحده وهي فوالا بحال هذا الشكل هذا وغادي نستمروا على هذا حتى نعمروا اللاطه ديالنا فوالا هنا كنديروا لها بحال هذا الشكل هذا كنهزوها كنحطوها هنايا هذا على باش هذا راه سميتو محمر ومهرمش كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه هكا هنا غادي ندوزو عاوتاني نديرو صف 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 هي عجينه وحده ولكن هذه ها هي كيف ما كتشوفوا مزوقه على حسب اللي بغيتو ولا حسب الزوق اللي بغيتو المهم انا كنشكل هكذا باش كنقولوا بالدراري يجيبهم الله راهم يا راه عجينه وحده يا راه عجينه وحده ولا كيف ما كتشوفوا هذا الشكل هذا غادي ندخلوها الفران ونوريكم النتيجه النهائيه ديال الكاطو ديالنا كيفاش غادي يجي خليكم كيف ما كتشوفوا ها هي ندير لها ها هي سهله مهله ثاني كبيره واحده اخرى هذا الشكل الا جاتنا كبيره كنقصوا منها باش نديو قياس واحد عاوتاني كنشدوها بهاد الصبيعات كنديروا لها شويه نتهز الوجه ديالها شويه ديال الكاوكاو وكنحطو هنا كاوكاو واللوز شويه والزنجلان كاوكاو واللوز مهرمش ومحمر ومهرمش الزنجلان ما مهرمش ما والو محمر وزرقيعه حطيتو تماك هكا كيعجبني كيعجبني في وسط الكاطو في وسط غريبه كما كنقولوا هكا فوالا ها هي المغربه سهله مهله هذه ما تخطاكمش كاع وليداتكم يديوها مع انا كنت كنديرها بزاف دابا راه كاين الحجر الصحي كنديرها كيديوها الدراري معاهم للمدرسه بحال هكذا كيفطروا بها وكيديروا بها الكوتي في العشره في داك العشره ديال الصباح بلا ما يشريو داك الكاطو ديال الزنقه الله يعلم واش فيه هكا هانتوما كيف كتشوفوا هكذا هنايا غادي نزوقوا بطريقه واحده اخرى كيف ما وريتكم هذا هنا هكا غادي نحطوها بحال هكذا وغادي نديروا لها كاوكاو صغيوره الكاوكاو الاحمر ماشي الكبير الكاوكاو الصغير احمر كما كتشوفوا وغادي نكملوا بهذه الطريقه هادي هنا كنقبطوا هادي كنسوها ليها في الوسط كتعطي منظر زوين ايوا عطي لوليداتك ما ياكلوا المهم انك ما تشريش من الزنقه
فوالا وخليكم معايا. المهم هنا البنات ولا سيداتي، المهم هو هاد العجينه هادي ما تبقاش جاريه، خصها هكا تكون. الا كانت جاريه راه غريبه، تحطيها في الفرن كتسيح كتولي هكا، خصك تقصحيها. وكيف ما وريتكم الطريقه انكم تخليوها تشرب النهار الاول، عاد زيدوا ليها كيف ما قلت لكم هنا، عاد زيدوا ليها داك 3 المعالق ديال الفرص وجوج خمارات. خماره كديروها حتى كتاكدوا بان غريبه ديالكم سميتو السميده ديالكم شربت في قلب غريبه، باش كتجي زوينه هكا ما كتسيح ما حتى شي حاجه وكتجي رائعه. يا سلام، غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها. وخليكم معايا ما تزطيوش. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا، وجات زوينه وكتجي هشيشه وزوينه والنكهه يا سلام، النكهه ديالها زوينه بزاف. ونتمنىكم تجربوها، وإلا عجبتكم غريبه ديالي ما تنساونيش من ابوني ولايك. وشكرا لكم بزاف، ونتمنىكم تبارطاجيو الفيديو وتجربوها وبالصحه والراحه.